لقاء مع الكابتن وائل جمعه مدير الكوره في النادي الاهلي، ونرجع ناخد ملخص سريع لمباراه الاسماعيلي والاتحاد والمصري وحرس الحدود بعد الفاصل ان شاء الله. هو لسه الكابتن فتحي اول تدريب ليه النهارده ان شاء الله مع اللعيبه، وانما الكابتن فتحي مش غريب على المجموعه ومش غريب على النادي الاهلي، كان ماسك الفريق الثاني في النادي الاهلي وقريب جدا، بنبقى قاعدين عايزين اي لعيبه بناخدها من عنده وكده، فان شاء الله يعني النهارده اول تمرين ليه، وهو زي ما قلت مش غريب، والامور ان شاء الله هتمشي طبيعيه جدا، ومفيش اي مشاكل ومفيش اي تغييرات ومفيش اي حاجه ان شاء الله هتاثر على مستوى الفريق ان شاء الله. يعني انا اتمنى ان التغيير يبقى ايجاب ان شاء الله للفرقه، وعندنا مباريات صعبه زي ما بقول، اولها هتبقى مباريات الدوري، المرحله اللي احنا فيها دي لسه مباريات كتير في الدوري، لسه المسابقه ما انتهتش، وان شاء الله ربنا يوفقنا ان شاء الله والامور تبقى احسن. انا بعتبر ان هو ما كانش موفق طبعا في الظروف اللي قابلها السنه دي الراجل، بغض النظر عن اي حاجه تانية، انا شايف ان الراجل غير موفق خالص السنه دي معانا في حاجات كتير جدا، كان بيصادفه سوء حظ مش طبيعي يعني. الراجل ده اصبح جزء من تاريخ النادي الاهلي وجاب بطولتين للنادي الاهلي كمدرب، فلازم نتكلم عنه بكل خير، ما نقدرش نقول عنه اكتر من كده، راجل زي ما بقول لك اصبح جزء من تاريخ النادي الاهلي، لازم نذكره بالخير مش اكتر من كده. اللعيبه ما بتلعبش عند حد يا شادي، اللعيبه بتلعب في النادي الاهلي، تخدم النادي الاهلي، ما فيش حاجه اسمها لعيبه مرتاحه او مش مرتاحه، لا احنا ما عندناش الكلام ده، ما عندناش لعيبه، لعيبه ده شغل وكل واحد بيأدي لدوره ويأدي المطلوب منه، وفي ناس بتقيم المدرب هل شغال ولا مش شغال، فيعني الكلام ده مش بتاع اللعيبه طبعا، انا اختلف معاك في النقطة دي، إنما لعيبة يعني بتخدم النادي الأهلي ما بتخدمش حد ولا عايزة يعني لعيبة، ما عندناش لعيبة بتجيب حد وتمشي حد، ما عندناش الكلام ده، احنا ماشيين في طريقنا شادي، وطبيعي ان انت بتتكعبل في مباريات وتقع في مباريات عادي يعني، الموضوع مش ازمه ومش كارثه، الفرقه بتأدي وبتلعب وان شاء الله الامور هتبقى احسن.